في القرن الخامس عشر الميلادي وضع الشيخ أبو العباس عبد المولى الصنهاجي حجر الأساس ودون بين ثنايا جبال نفوسة بمدينة كيكلا أحد أهم فصول العلم بشمال إفريقيا، والذي لقب فيما بعد بالأزهر الصغير. زاوية أبو ماضي أسهمت بشكل كبير في نشر التعاليم الدينية والعلوم الأخرى حتى منتصف القرن العشرين، وكانت ملاذاً ومقصداً للمهاجرين إليها من طلبة العلم من داخل وخارج ليبيا. كانت تسمى في عصرها بالأزهر الصغير. طبعاً هي زاوية أبو ماضي أو المعروف أو المعلوم عليها الأزهر الصغير، هي كانت جامعة لكثير من العلوم، بداية من الطب والفلك والجبر وعلوم أخرى شتى، بالإضافة للعلم الشرعي وعلم القرآن. وتضاف الرمزية الأثرية والعلمية للمنارة باعتبارها معلماً ذا طراز معماري صمد لمئات السنين، باحتوائه على طابقين به أكثر من 25 غرفة استخدمت فصولاً دراسية وغرفاً لإقامة الطلبة ومرافق أخرى، كمخازن المؤن والفناء الذي يتوسط البناء. نستخدم هذه الزاوية حتى من الجانب السياحي، لما لا؟ فنلاحظ أن عدم اهتمام بها أهل سقط. شوف أنت المباني اللي مفاها عملية الأقواس وعملية السقف اللي يقول قديم يقول الكاميرا شجار الزيتون، يعني أشياء حقيقة، هذه يعتبر نوع من الإبداع اللي كان موجود حتى من الجانب الهندسي والمعماري اللي فيها. يعني في الحالة هذه نعرف أن حتى اللي قاموا بعملية البناء يعتبر الناس في وقت حاضر نقول بمثابة مهندسين أو بمثابة يعني خبراء، إبداع فيها في كل المجالات. ساد الانطباع الجيد لمنارة أبي ماضي على مدار قرون خلت، نظراً للعلوم الدينية والتطبيقية التي تلقاها منتسبوها آنذاك، وأسهمت في تخريج عدد من الشخصيات الدينية التي تقلدت فيما بعد مناصب رسمية في دور الإفتاء وغيرها من المؤسسات، واليوم تنتظر المنقذ لإعادة تأهيلها لتتبوأ مكانتها الأولى. تمثل زاوية أبو ماضي أحد أهم صروح الدينية والعلمية منذ مئات السنين، فقد كانت محط رحال طلاب العلم من كل حدب وصوب ينهل منها مختلف العلوم. زياد الحجاجي، ترتي عربي، مدينة كيكلا، جبل نفوسة.